الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نروح للكتشر 9 من خلال سكشن 2.1 بعنوان Determinants by Cofactor Expansion. كيف هنقول نوجد Determinant؟ عن طريق هنقول المد أو توسعة، هنقول من خلال حدود للعوامل المساعدة. راح نشوفها كيف تنتج هاي العوامل المساعدة على الطريق. أول شيء راح نشوف Determinant لما تكس سايز 2 × 2، راح يكون في امتداد من خلال التعريف جاية كيف نطلع الديتيرمنت المحددة لماتريك سايز 3 × 3، 4 × 4، وإلى آخره ان في ان كسكوير ماتريكس. طبعا السؤال شو بدنا بالمحددة؟ المحددة لها علاقة على الطريق شوي شوي بقاعدة الكرامر رول لحل خلينا نقول سيستم اوف لينر ايكويجن تحت شروط معينة. كذلك المحددة تتحكم بالإنفرس لما عندنا يكون سكوير ماتريكس، هل الديتيرمنت لا تساوي زيرو أو تساوي زيرو، لها علاقة بالمتى يكون الماتريكس انفيرتبل أو نط. فطبعا لما الديتيرمنت لا تساوي زيرو فالماتريكس هو انفيرتبل سكوير ماتريكس، لما الديتيرمنت بيساوي زيرو فعندي الماتريكس هو نط انفيرتبل. إذا الديتيرمنت المحددة وهو نمبر ريال نمبر بتحكم بالانفرس وبتحكم بحل خلينا نقول السيستم تحت شروط معينه. لت اي نعرف الديتيرمنت لماتريكس سايز 2 × 2. لت اي ماتريكس في المدخلات اي بي سي دي، فذن ضرب المين دياجونال اللي هو الانتز الموجوده بالمين دياجونال ناقص ضرب الانتز الموجوده بالدياجونال الثانوي، هذا الدياجونال الرئيسي بيعطيني ديتيرمنت. Then AD A ضرب D minus BVC is called the determinant of A، محدد A، and is denoted by det of A or حاصرتين، بس مشان ما يسمع عن الماتريكس هذا، هذا ماتريكس بالزوايا اللي أمامي فوق، حاصرتين بهذا الشكل داخلهم المدخلات بالترتيب الموجود، هذا صيغة determinant بهذا الشكل. ليش هيك؟ راحين نعمل عمليات على determinant لما يكون ماتريكس سايزه عالي شوية، كيف ننزله من سايز هنقول n في n لسايز n ناقص 1 في n ناقص 1، نبدا بالتنزيل لما نصل لسايز 2 × 2. اذا الهدف للرمز هذا مشان نعمل عمليات بعد شويه على الديتيرما. طيب هلا ناخذ مثال، مثال واضح. لت a هذا الماتريكس اللي امامنا في ماينس 2 ماينس 5 ماينس 7 ماينس 4، فايند ديتيرمنت اوف a. فالديتيرمنت اوف A بيساوي ماينس 2 في ماينس 4 ماينس من الرول لماينس 5 في ماينس 7، هذا يعطيني 8 ماينس 35 ويعطيني از ايكوال تو ماينس 27. هلا نروح للتعريف كيف نعرف الماينر والكوفاكتور اللي لها علاقه بالعنوان اللي شفناه بالسابق. نحكي عن عوامل، عوامل مساعدة راح نشوفها على الطريق شوي شوي، نحتاجها لتعريف آخر جاينا، تعريف الديتيرمنت بشكل عام لأي ماتريكس سكوير ماتريكس سواء سايز 2 × 2 أو 3 × 3 أو إلى آخره، أو بصيغة عامة N بين. لت A ماتريكس في مدخلات في AIGs في سكوير ماتريكس. إذا بغض النظر عن هل هو 2 × 2 أو 3 × 3 أو إلى آخره أو N بين، فذن نقدر ناخذ نطلع من هون الماينر الانتري والكوفاكتور الانتري. فالماينر هي ديتيرمنت ونمبر، فهذا خلينا نقول عامل راح نطلعه بهذا الشكل. The minor of entry AIG is denoted by MIG، هذا رمز الماينر، and is defined to be the determinant of the submatrix that remains after the I throw and jth column are deleted from A. لا بدي المانر من للانتري على سبيل المثال ناقص 4 هنا، فبحذف هنقول طبعا هنا خلينا نحكي عن سايز لما يكون في 3 × 3 على سبيل المثال او 4 × 4 او ان بين، فروح على الانتري اللي بدي اخذ المانر لها، بحذف الصف اللي فيها والعمود اللي فيها هاي الانتري، فبيظل عندي سب ماتريكس ينزل من سايز 3 × 3 على سبيل المثال ل 2 × 2 هذا السب الماتريكس، وبطلع الديتيرمنت هنقول له إذا كنت بماتريكس سايز 4 × 4 ينزل لي 3 × 3، بحذف الانتري العمود اللي فيها الانتري اللي بدي اخذ الماينر لها والصف، وباخذ الديتيرمنت السب ماتريكس. هذا راح اشوف طبعا بالامثله الجايه على الطريق.
the number minus 1 in the bar of i زائد g. هو طبعا هذا ال i زائد g الindex الموجود عندي هنا دي اللي بنسميه cofactor او العامل المساعد c i g بالباور هنا في m i g is denoted by c i g and is called the cofactor of n3 a i g. فالcofactor هذا العامل المساعد للn3 a i g هو يرمز له بالc i g وبيساوي ناقص واحد in the bar. الباور هذا احتمال بيكون زوجي او فردي, اذا كان فردي بياخذ ناقص واحد, واذا زوجي بده يضل هو الماينر الموجود عندي هون m i g. اذا في علاقه بين الماينرز وبين الكوفاكتورز, فالاشاره يا اما تكون سالبه او موجبه حسب الباور اللي موجود عندنا هون. خلينا ناخذ مثال راح ندرك شو اللي قاعدين او قاعد بحكيه بالتعريف. let a هذا ماتريكس سايز ب 3 ب 3 find ال m 1 1 ال m 2 2 ال m 3 2 بدنا الماينرز, بدنا بعدين الكوفاكتورز c 1 3 C21 C33. هلا نطلع ال M1 M11. ال M11 بدي اروح على الانتري هاي هنا اللي هي A11, هاي الانتري بحذف الصف اللي فيها كامل والعمود كامل. شو بضل لي؟ بضل لي السب ماتريكس هذا. هذا باخذ الديتيرمنت له. فال M11 بيساوي ديتيرمنت دي ناقص 1 ناقص 7 ناقص 2 5 ناقص 1. هذا نشوفه بالأسفل. إذا الـ M11 بيساوي determinant هي ناقص 7 ناقص 2 5 ناقص 1. هلا determinant هي ناقص 7 في minus 1 ناقص ناقص 2 في 5 أعطيني 7 plus 10 وتساوي 17. هلا بنروح للـ M22. الـ M22 بروح للmatrix هون بحذف هاي الـ M22 هاي الـ AI I2 A22 هايها هاي الـ A22 فبحذف الصف اللي فيها الانتري هاي والعمود هون. إذا الصف هذا بالكامل والعمود هذا اللي فيه الانتري هاي شو بضل عندي؟ بضل عندي 4 5 4 4 ناقص 1 5 4 4 ناقص 1 determinant. إذا عندي هنا 5 هنا 5 4 4 ناقص 1 فتعطيني 5 في ناقص 1 ناقص 4 في 4 تعطيني minus 5 minus 16 this is equal to minus 21. الـ M32 الـ M32 بدنا نروح على الانتري اللي هي A32 A32 بالماتريكس اللي أمامي هاي الـ A32 هاي الـ A31 A32 هايها فبحذف الصف هذا بالكامل والعمود هذا بالكامل وباخذ الـ determinant sub matrix اللي ظل اللي هو ايش؟ 5 4 ناقص 1 ناقص 2. اذا هنا m32 بيساوي الديتيرمنت ل 5 4 ناقص 1 ناقص 2 is equal to 5 في ناقص 2 minus 4 في minus 1 is equal minus 10 plus 4 is equal to minus 6. هلا بنروح نطلع الكوفاكتور c13 مطلوب الثاني بيساوي ناقص 1 in the power of 1 plus 3 فالباور هو زوجي في M13 وتساوي طبعا هذا صار نقول زائد 1 1 في M13 is M13 M13 بدي اروح على الانتري M A13 وباخذ بحذف الصف العمود اللي فيها الانتري هاي ال A13 هيها بحذف الصف بالكامل والعمود هذا بالكامل باخذ ترمت ناقص 1 ناقص 7 4 5. اذا ناقص 1 ناقص 7 4 5 ناقص 1 ناقص 7 4 5 determinant تعطيني ناقص 1 في 5 ناقص ناقص 7 في 4 وتعطيني minus 5 زائد 28 is equal to 23. نروح للانتري او الكوفاكتور الثانيه c21 is equal to minus 1 in the power of 2 plus 1 اللي هو 3. اذا هذا هو odd فردي معناته الإشارة تكون ماينس. هذا يعطيني طبعا في M21 يعطيني ماينس M21 is equal to minus. بروح للإنتري A21 A21 هون A21 هاي A21 هون بحذف العمود والصف اللي فيه الإنتري هاي بيظل عندي الديتيرمنت للماتريكس هذا 3 4 3 4 5 ناقص 1.
3 4 5 ناقص 1. اذا عندي هنا للكو فاكتور هاي 3 4 5 ناقص 1، والاشاره عندي ماينس من برا جتني من هون. اذا ناقص خارجي ناخذ ديتيرمنت 3 في ماينس 1 ناقص 4 في 5، التوتال بده يعطيني بعد الضرب والجمع يعطيني 23. بنروح للكوفاكتور اللي هي سي 3 3 is equal to minus 1 in the power of 3 plus 3، فالمجموع فوق 6 هو زوجي، فالإشارة هي موجبة في M33 is equal to M33. فبروح للإنتري A33 بالماتريكس هذا، هي A33 هنا، فبحذف الصف هذا اللي فيه والعمود وأخذ ديتيرمنت ل 5 3 ناقص 1 ناقص 1 7. إذا هنا ديتيرمنت 5 3 ناقص مع ناقص 1 ناقص 7 تعطيني 5 في ناقص 7 ناقص 3 في ناقص 1، التوتال يعطيني ماينس 32. هيك نطلع الكوفاكتورز. ناخذ تعريف التعريف الهام الموضوع عندنا هون لإيجاد ديتيرمنت لماتريكس بغض النظر عن سايزه. هلا سايزه 3 ب 3 4 2 ب 2 عندنا الاساس، 3 ب 3 هون او 4 ب 4 او ان ب ان، نقدر نطلع الديتيرمنت من خلال التحديد هون. اذا كان عندنا اف الماتريكس في اي اي جيز از ان ان في ان ماتريكس سكوير ماتريكس، فذن ذا نمبر اوبتين باي ملتيبلينج ذا انتريز ان اني رو اور اني كولوم، يعني بدي اروح على اي رو بدي اياه او اي كولوم او اي عمود بدي اياه، اي صف او اي عمود اوف اي باي، بدنا ناخذ الانتريز الموجوده هناك. بعدين خلينا نقول نظرهم بالكورسبوندينج كوفاكتورز، بالكوفاكتورز المناظره الها، يعني بدي اذا بدي اروح على الصف الاول بدي اخذ اي 1 1 بضربه بالسي 1 1 بضيف اند ادينج ذا ريزلتنج برودكت از كول ذا ديتيرمنت اوف اي. يعني كيف اذا بدي اروح على الصف الاول بضرب اي 1 1 بسي 1 1 بعدين باخذ زاد A12 في C2 في C12 الى اخره، لما اروح لاخر انتري انا موجود بالصف الاول بقول A1N في C1N، وهذا بحق لي بدخل على اي صف واي عمود، باخذ هنقول الانتريز بضرب واحد مقابل واحد مع الكوفاكتورز وبجمع، فالمجموع يعطيني الديتيرمنت. And the sum themselves، هذا المجموع كل اللي بدي اخذه are called cofactor expansion. طبعا في مد وتوسعة للcofactors of A. That is هذا الفك وهذا المد اللي نشوفه هنا. بالحالة الأولى هي cofactor expansion along the ith row، يعني بقدر أخذ determinant من أي row بدي إياه. هلا determinant of A يعطيني AI1، أنا هنا برو I هو الأول أو الثاني. إذا كنت بالأول بدي أخذ 1 بدل I، وين ما في I بحط 1. إذا كنت برو 3 بدي أخذ 3 بدل I، وين ما في 3 بحط 3. فبشكل عام A من خلال رو I، فأقول AI1 في CI1 زاد AI2 في CI2 بلس إلى آخره AIN في CIN. هذا المجموع يعطيني determinant الماتريكس سواء كان سايز 3 ب 3 او 4 ب 4 بشكل عام ان بي ان. طب هون نحكي عن ماتريكس سايز وان بي ان. اذا هاي كوفاكتور اكسبنشن along the i ثرو، قاعد باخذ الفك او المد او توسعه للعوامل المساعده من خلال الرو اي. هلا بقدر باخذ ثيرا من خلال الرو جي عمود جي، فبقول باخذ من خلال عمود جي، فاذا كان من عمود واحد بقول هنا اي 1 1، اذا كان من عمود واكمل اي 2 1 مع الكوفاكتور سي 1 1 ونكمل. اذا كان من عمود خلينا نقول 3 على سبيل المثال بقول اي 1 3 سي 1 3 اي 2 3 سي 2 3 الى اي ان 3 سي ان 3. اذا بقدر باخذ الديتيرمنت اي من خلال اي عمود بدي اياه، فهي تعطيني زي ما حكيت بشكل عام ديتيرمنت اوف اي بيساوي اي 1 جي سي 1 جي زائد اي 2 جي سي 2 جي الى اخره زائد اي ان جي في سي ان جي. هذا طبعا ديتيرمنت ايجاد ديتيرمنت من خلال الرو من خلال عمود جي، نسمي كوفاكتور اكسبنشن along the jth column. هذا المد وهي توزع للعوامل المساعده من خلال ايش؟ من خلال العمود جي.
خلينا نأخذ مثال. إذا نفهم هذا المثال يعني وأنا نفصله يعني تفصيل كامل، إذا نفهمه الحقيقة ما في عندنا مشكلة بإيجاد ديتيرما. لتل ماتريكس هذه الأمام سايزه 4×4، بدنا نوجد الديتيرما. find determinant of A. كيف بدي أطلع الديتيرمنت؟ أول شيء قبل لا أعمل أي إجراء بنظر على للماتريكس، وين ما في صف أكثر أصفار أو عمود، طبعا في أكثر أصفار من صف بأخذه بشتغل عليه، بأخذ determinant along هذا الصف أو along العمود اللي فيه أصفار أكثر. ليش الأصفار؟ لأن بتلغي لي terms. إذا واضح جدا أنه هذا الصف اللي فيه أكثر أصفار فيه صفرين، جزء واحد يقول هنا في صف في صفر واحد، إذا بشتغل على الرو هذا يعني كاني بدي أخذ determinant along الرو الثاني. من نريد determinant، determinant of A بتساوي هذه صيغة determinant، أي بدل المتركس حطيت إشارتين بهذا الشكل، وبتساوي أنا بدي أخذ along وين؟ along الرو الثاني. فبأخذ هاي إشارتها، إشارة الكوفاكتور موجود، هاي هي اسمها A21، أو قبل لا نحكي عن إشارتها، فبدي بضرب 3 في C21، هاي الانتري الـ A21 زائد 0، هاي الانتري في C22، أي فصلت أنا هنا، زائد 0 في C23، زائد 1 في C24. على الطريق مش راحين نكتب هاي التيرنز مستقبلا، بس أنا بدي أفصل لأنه هذا المثال الأول مشان توضح الأمور. إذا ما في داعي نكتب التيرم هذا والتيرم هذا مستقبلا، بس لسبب نقول إنه الطالب بيدرك شو اللي قاعدين نشتغله، وبيدرك إنه قاعد بيشتغل من الرو من along الرو الثاني. طيب is equal to، هلا بنروح 3 C2، هلا لغيت راح التيرم هذا والتيرم، يعطيني 3 C2 زائد 1 في C24 بتساوي 3، هاي الانتري. هلا شو اشارة الكوفاكتورز؟ شو اشارة قيمة الكوفاكتور؟ راح يكون ناقص 1 أس 2 زائد 1 3 أود، فالإشارة راح تكون سالبة بأخذها. إذا 3 في سالب ناقص 1، بعدين بM21 فبدي أروح أحذف الصف هذا بالكامل والعمود هذا بالكامل، بأخذ الصب ماتريكس ديتيرمنت الصب ماتريكس اللي هي طبعا الM زي ما حكينا الM21. إذا بدي أحذف الصف هذا بالكامل والعمود هذا بالكامل، بيظل عندي ناقص 1 3 4 -4 2 -3 و5 -2 2، بعد ما حذفت الصف هذا والصف هذا الثاني والعمود الأول الموجود هنا. بعدين نكمل، هلا بنروح على هون الإشارة طبعا هنا راح تكون ناقص 1 أس 2 زائد 4، فهذا هو زوجي، راح يعطيني طبعا موجب زائد في 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 1 1 في، بروح على الانتري هاي الموجودة عندي هون، هاي بدي ألغي الصف والعمود اللي فيه المدخل الموجود عندي هذا بالكامل، فبلغي الصف هذا بالكامل والعمود هذا بالكامل. شو بضل عندي؟ 2 minus 1 3 2 minus 1 3 عندي 0 minus 4 2 0 minus 4 2 وعندي 4 5 minus 2 4 5 minus 2. هاي هي القيمة اللي موجودة عندي للديتيرمنت، لكن بدي اطلع القيم. هلا نزلنا من 4 في 4 ل 3 ب 3، هلا 3 ب 3 هسه ننزل 2 ب 2 شوي شوي. هاي عندي 3 في ناقص 1 ماينس 3 هون، بعدين في عندي بدي اخذ الديتيرمنت لما في عندي اصفار، قاعد باخذ along الرول الاول، طبعا هذا واضح بالمعاملات بحق اللي بدخل باخذ من اي رو او من اي عمود، فبناخذ من الرول الاول ما في اصفار اخذنا من الرول الاول ناقص 1 في، نحذف العمود هذا والصف هذا، شو بضل عندي؟ 2 ناقص 3 ناقص 2 2 هون. بعدين الإشارة طبعا هي أصلا تكون موجبة في سالب سالب، طب هون الإشارة سالبة لأن هاي هي إيش؟ هاي الانتري A A A 2 A 1 2 أو A 1 2 أخذتها، لكن إشارة الكوفاكتور للC 1 2 إشارتها سالبة لأن 2 زائد 1 3، فصار عندي ناقص 3 فيه، بحذف العمود هذا والصف هذا، بظل عندي ناقص 4 ناقص 3 5 2 5 2. بعدين هذه اشارتها موجبه لان هي بدي اخذ الانتري هي 4، وباخذ خلينا نقول سي 1 4
فالإشارة السي 1 4 راح تكون تأخذ خلينا نقول موجب الام 1 4 موجب 7 عندي 1 زائد 3 is 4 فزوجي عندي زائد 4 في بحذف الصف والعمود اللي فيه الانتري هاي حذفت شو بضل عندي minus 4 2 5 minus 2 كملنا الجزء هذا بنروح على الجزء الثاني هنا كويس باخذ along العمود هذا او along row هذا في عندي 0 فقاعد باخذ along العمود هذا هذا طبعا عندي الانتري الاولى 2 هاي بتنوب على A11 وبضرب الكوفاكتور C11 إشارة موجبة الموجودة عندي هنا بحذف الصف بالكامل والعمود هذا بالكامل باخذ الديتيرمنت الصف مترك هذا ناقص 4 2 5 ناقص 2 بعدين بروح للانتري هاي هاي الترم لغيته لأنه ما باخذه لأنه زير تروي كامل الترم فعندي 4 في الإشارة طبعا هنا عندي هنا C31 فإشارة الماينر اللي بدي أخذها راح تكون سالبة فباخذ عفوا موجبة يعني عندي 3 plus 1 is موجب فعندي موجب 4 في موجب في ظل موجب موجب في موجب موجب في الديتيرمنت للصف ماتريكس بعد أحد ما أحذف الصف هذا بالكامل والعمود هذا بالكامل بضل عندي minus 1 3 minus 4 2 هيك أنهيت هذول الديتيرمنت لهم جاهز من خلال التعريف الأول يعني راح يكون عندي minus 3 في goes خارجي minus 1 determinant هنا 2 ب2 4 minus في minus 3 في minus 2 is minus 6 minus 3 هنا خارجي للداخل هذا goes minus 4 في 2 is minus 8 minus في minus 3 في 5 is plus 15 plus 4 minus 4 في minus 2 is 8 minus 2 في 5 is minus 10 ونطلع بعدين خارج هنا زائد plus 2 في minus 4 في minus 2 is 8 minus 2 في 5 minus 10 plus 4 خارجي goes minus 1 في 2 is minus 2 وعندي minus 3 minus 3 في minus 4 is 12 أنا قاعد نأخذ الرول الماينوس اللي قاعد بكرره هنا طبعا لما نضرب عندي ناقص 3 خارجي من الداخل عندي 4 minus 6 minus 2 في minus 1 is 2 عندي هنا minus 3 هذا ناقص 3 خارج الكل عندي minus 3 عندي minus 8 plus 15 is 7 في minus 3 is minus 21 هنا 8 minus 10 is minus 2 في 4 minus 8 نسكر هنا عندي minus 2 8 minus 10 is minus 2 في 2 minus 4 وعندي هون بالنهاية minus 2 plus 12 is 10 في 4 is 40 بالنهاية هون عندي من الداخل 2 عندي minus 21 minus 8 is minus 29 plus 2 minus 27 ضرب minus 3 is 81 خارجي minus 4 plus 40 81 plus 40 121 minus 4 is equal to 117 إذن هاي قيمة الديتيرمنت الموجودة عندي بعد هذا الإجراء يعني الطالب إذا فهم هذا الإكزامبل بيقدر نقول يفهم كيف يأخذ الديتيرمنت وأي رو أو أي كلم بيأخذه وإحنا اخترنا المرة الأولى الرو اللي فيه أصفار والمرة الثانية هنا العمود اللي فيه الزيرو ها خلينا نأخذ example آخر show that إنه the value of the following determinant هذا أحد الإكسرسايز الموجودة على السكشن is independent of theta of theta هلا بغض النظر المعنى إنه بغض النظر عن ثيتا بغض النظر عن قيمة ثيتا هلا يعني independent of theta بغض النظر عن قيمة ثيتا الديتيرمنت راح تكون لها قيمة ثابتة خلينا نشوف solution نأخذ determinant طبعا واضح جدا أخ أشتغل على لونج العمود هذا العمود الأخير إشارة الكوفاكتور الموجود طبعا entry هي 1 بس إشارة الكوفاكتور اللي هي A33 الإشارة طبعا راح تكون للماينر من خلال الكوفاكتورز راح تكون ناقص 1 أس 3 بلس 3 6 زوجي فهي موجبة إذا 1 في بديتيرمنت إيش نحذف الصف هذا بالكامل
والعمود هذا يظل الديترمنت سب متريك هون. خطه بشكل سريع، عندي ساين ثيتا في ساين ثيتا ساين تربيع ثيتا ماينس ماينس من الرول ماينس كوساين ثيتا في ماينس كوساين ثيتا بلس كوساين تربيع ثيتا. طبعا ساين تربيع ثيتا زائد كوساين تربيع ثيتا هنا بدي اخذ بضرب ال1، وهذا بيساوي 1 فور اني ثيتا. كم بقى ثيتا 1؟ اذا the value of the determinant is independent of theta. اذا بغض النظر عن قيمه ثيتا فالديتيرمنت هي 1. find all values of lambda for which the determinant of a بيساوي 0. فمن نحل هذا بدنا ناخذ we have determinant of a بيساوي 0 فimplies ناخذ determinant، حولنا الاشاره determinant بيساوي 0. اكيد هنا طبعا شغلنا انه ناخذ من خلال العمود هذا من خلال العمود الثالث او الصف الاخير ان خيار، فبناخذ من العمود هذا باخذ ال L ناقص 5 في الانتري A33، وعندي الاشاره للمانر اللي نابع من الكوفاكتور هي راح تكون خلينا نقول موجبه. اذا بضرب موجب ما في اشكال، بضل نفس القيمه هاي الموجوده عندي في determinant الصمت. يعني بحذف العمود هذا والصف هذا باخذ determinant لامدا ماينس 4 ماينس 1 لامدا. طيب هلا باخذ determinant للداخل وبضرب، عندي لامدا ماينس 5 في جوس لامدا ماينس 4 في 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 لامدا ماينس 4 بماينس 1 اعطيني طبعا كبلس 4 از ايكوال تو 0 برا لامدا ماينس 5. عندي من الداخل بعد الضرب وتجميع الحدود عندي ال ان ذا باور اوف 2 لامدا ان ذا باور اوف 2 ماينس 4 لامدا زائد 4 از ايكوال تو 0. طبعا في تحليل واضح عندنا هنا، هذا بقدر بعبر عنه بلامدا ماينس 2 ان ذا باور اوف 2، معناته قيمه لامدا هنا لامدا ناقص 5 بتساوي 0، فلامدا بتساوي راح تكون 5 اور لامدا ماينس 2 ان ذا باور اوف 2 بتساوي 0، معناته قيمه لامدا مكررة هي بتساوي 2. إذا قيمة لامدا بتساوي 5 أو لامدا بتساوي 2. Show that إن the determinant للـ A هي بتساوي 1 over 2 في determinant للmatrix من الداخل trace of A 1 trace of A in the power of 2 في trace A for any or for every 2 في 2 matrix A. يعني بغض النظر لأي ماتريكس سايز 2 ب 2 فالديتيرمنت الـ A تعطيني هي. نعمل شو ذات، معناته بدي اطلع الـ A تربيع اول شيء. شو الـ A تربيع؟ بدي اسمي A طبعا اي ماتريكس، طلع الـ A تربيع. بعد ما اطلع A تربيع باخذ تريس هنا وتريس هنا، باخذ تريس الـ A تربيع وبعدين بولد القيمه الموجوده عندي هنا، ويفترض او بنتظر انها تعطيني اذا بدي اسمي هذا الماتريكس A بيساوي ماتريكس في A B C D، فمنتظر تعطيني A في D ماينس B في C. خلينا نشوف إذا هذا الإجراء راح بيتم هون. عندي let A هذا B any matrix size 2 ب 2 في A B C D، فimplies بدي الـ A تربيع أول شيء عشان باخذ trace له بعد شوية. الـ A تربيع هلا هذا في نفسه، هذا ضر نفسه، فأمسك الصف الأول هاي الانتري الصف الأول بضربها بالعمود الأول بالتتابع 1 to 1 corresponding، يعطيني A في A تربيع زائد في BC زائد B في C. بعدين الصف الأول في العمود الثاني يعني راح يكون A في B زائد B زائد B في D زائد في BD. بعدين الانتري هاي راح تكون هي من خلال الصف الثاني بالعمود الأول، يعني تكون A في C زائد C في D. بعدين هاي الانتري الاخر شيء اللي هي ناخذها من الصف ضرب الصف الاول بالعمود الثاني حيكون سي في بي زائد دي تربيع. هلا الرايت الايمن اللي هو 1 اوفر 2 في ديتيرمنت تريس اوف اي 1 تريس اوف اي تربيع تريس اوف اي از ايكوال تو 1 اوفر 2. هلا بدي اروح من الداخل ديتيرمنت عند تريس اوف اي ضرب تريس اوف اي هي تريس تربيع اوف اي. تريس تربيع اوف اي هي كاني بقول تريس اوف اي تربيع بالكامل. بيختلف عن هون،
هذا ماينس تريس للاي تربيع، تريس الاي تربيع بيختلف عن القيمة، يختلف عن بعض. إذا هو عندي 1 over 2 بنكمل التريس تربيع الاي، هلا بناخذ بنروح على الاي، في عندي اي هذا التريس تبع اي زائد دي متقلات المين دياجونال بجمعهم بربحهم، هذا هو التريس الاي تربيع. ماينس تريس الاي تربيع بدي اروح اجمع الانتري هاي مع الانتري هاي، مجموع المين دياجونال عندي اي تربيع زائد بي سي زائد بي سي زائد دي تربيعهم، هاي از ايكوال تو 1 اوفر 2. انا هنا بربع هذا بيعطيني a ان ذا باور 2 بلس 2ad زائد d تربيع، ربحت. ماينس الماينس بدخل على كل التيرمز هاي، عندي ماينس a تربيع ماينس 2bc لانه bc زائد bc is 2bc، وعندي ماينس d ان ذا باور 2. فبروح ال a تربيع مع ال a تربيع مع الناقص a تربيع، وال d تربيع مع الناقص d تربيع، بضل عندي 1 اوفر 2 في 2ad ماينس 2bc. هلا بضرب بنص طرفين بيطلع عندي AD ناقص BC، هاي الديتيرمنت الـ A، معناته النص نص في الديتيرمنت اللي أمامي هاي وهاي بتساوي AD ناقص BC، معناته الديتيرمنت أوف A، الديتيرمنت أوف A بتساوي نص ديتيرمنت للتريس A 1 تريس أوف A تربيع تريس A، وهو المطلوب. خلينا نروح ناخذ بسؤال choose the correct answer. let A هذا الماتريكس الأمامي، فذن C32 بيساوي C32 اللي هي موقعها هون الـ A الكوفاكتور والإنتري، الإنتري تبعتها هي هنا C32 هون، فالإشارة المانر الناتجة هي راح تكون ماينس بسبب إنه 3 زائد 2 ماينس، فبحذف العمود والصف اللي فيه الانتري ها، يعني راح يكون عندي ماينس خارجي ديتيرمنت 7 ناقص 2 3 ناقص 4، يعني عندي الاجراء هو بيتم بهذا الشكل، هي C 3 2 بتساوي ماينس 1 ان ذا باور اوف 3 بلس 2 في M 3 2 از ايكوال تو ماينس M 2 3 يساوي ماينس، الماينس عندي هنا بديتيرمنت هذا اللي حكيناه، نحذف الصف والعمود اللي فيه الانتري هاي، هاي الصف بالكامل هاي العمود، بيضل عندي 7 ماينس 2 3 ماينس 4، 7 ماينس 2 3 ماينس 4، ماينس خارجي عندي 7 في ماينس 4 ماينس 28 ماينس ماينس 2 في 3 is بلس 6، فعندي من الداخل ماينس 22 في ماينس is 22، فالإجابة هي 22. إذا الجواب للسؤال هذا هو 22، يعني الطالب احتمال في بعض الطلاب بيستعدلوا بيطيروا الماينس بياخذ الاجابه هنا سي، فاحنا بدنا ننتبه لما يكون عندنا عمليات حسابيه ما بدنا استعجال، اذا الجواب هو دي وليس سي. طيب ناخذ سؤال ثاني للماتريكس اللي امامي، فذن الديتيرمنت اوف اي بتساوي، هلا ما في اصفار باخذ ديتيرمنت الونج الرو اللي بدي اياه والعمود اللي بدي اياه، كويس بناخذ من الرو الاول بنشوف شو الديتيرمنت شو تعطيني. ديتيرمنت اوف اي بناخذ اللونج رول الاول، فهي اشاره مر عندي هي موجبه، هذا الاي 11 فاخذت الاي 11 وباخذ خلينا نقول بما انه موجب بحذف الصف العمود اللي فيه، باخذ خلينا نقول في الماينور لان الكوفاكتور بيعطيني موجب في الماينور الى، فديتيرمنت الماينور هي طبعا ديتيرمنت السب ماتريكس هذا راح يكون عندي 2 في 3 ناقص 2 في 4. بعدين عند الإشارة هنا اللي بدي أخذها للماينر من خلال الكوفاكتور راح تكون إيش؟ سالبة، فسالب في سالب راح يكون هنا موجب، عندي بلس 1 في بحذف العمود والصف اللي فيه الانتري هون، فأخذ ديتيرمنت 5 4 4 3 5 4 4 3 5 في 3 is 15 ناقص 4 في 4 ناقص 16، بعدين هنا موجبة لأنه هاي هي 1 A 1 3 موجب، عندي زائد 1 بحذف العمود والصف اللي فيه هاي، فالديتيرمنت اللي باقي راح يكون 5 في 2 10 ناقص 2 في 4 ناقص 8. هلا في عندي 6 minus 8 is minus 2، عندي 15 minus 16 is minus 1، وعندي 8 minus 10 minus 8 is 2، فالإجابة هي ناقص 1، إذا the correct answer is A.
إذا الجواب هو A. بروح للسؤال الثالث. If A هذا الماتريكس الأمامنا then determinant of A in the power of minus 2 بيساوي إحدى الإجابات الموجودة عندنا هنا. راح نشوف كيف نتعامل مع الديتيرمنت الموجودة عندنا. أول شيء بناخذ الـ A in the power of minus 2 له علاقة بـ A inverse، فبقدر أبدل بصير عندي A in the power of 2 A inverse. هلا بناخذ الـ A in the power of 2 ناخذ الـ A inverse. A in the power of 2 تربيع المين دياجولم، يعني تربيع الواحد واحد، تربيع هنا تربيع ناقص واحد واحد، تربيع ناقص نص is 1 over 4، تربيع هذا is 1 over 9. إذا ربعت وبدي أخذ A inverse، ربعنا ونأخذ A inverse. A inverse الماتريكس هذا راح يعطيني هي 1 0 0 0 4 0 0 0 9. هلا determinant ال A inverse ال A in the power of minus 2 نأخذ determinant لها along the rule الأول. أكيد هاي التيرم كلها راحت، راح يكون عندي 1 في هلا الصب ماتريكس اللي ظلي هنا اللي هو 4 0 0 9، فأربعة في تسعة، أربعة في تسعة. طبعا لما يكون ماتريكس diagonal فالديتيرمنت هي ضرب المين دياجونال، دائما ضرب المين دياجونال. اذا الديتيرمنت طبعا هذا ناتج مباشره من خلال التحديد، اذا الديتيرمنت للدياجونال ماتريكس هو ضرب المين دياجونال، اذا بيساوي 36. ذا كوركت انسر از بي، اذا الاجابه هي بي، موجود الاجابه 36. بنروح للسؤال الاخير الرابع. اف الماتريكس اف الديتيرمنت الموجوده امامي بيساوي 0 فذن اي بيساوي، طبعا هناخذ ديتيرمنت along الرو هذا او along العمود هذا. along الرو هذا بدي باخذ هي راح تكون اي ماينس 1 في قوس اي زائد 1 في اي زائد 1 ناقص 3 في ناقص 3 في 1، بدي يعطينا يعني بلس 4 فوق عندي اكيد موجود عندي هناك. اللي نشوف هاي وي هاف انه الديتيرمنت هاي بيساوي 0، اخذت along الرو الاول فعندي a minus 1 في a plus 1 في a plus 1 a plus 1 in the power of 2، فعندي minus minus 3 في 1 is plus 3 عفوا هون plus 3 بيساوي 0. هلا بربع عندي a minus 1 في a تربيع بلس 2A بلس 4. طبعا واضح جدا انه هنا ما فيش تحليل، المميز الموجود عندي هنا هو 2 أس 2 4 ناقص 4 يا سي ناقص 16. اذا المميز هو نيجاتيف، فما في تحليل لهنا او ما في ريال نمبر ليعطيني قيمة تحقق هاي الاكويجن. يعني هنا A minus 1 بيساوي 0 or A in the power of 2 plus 2A زائد 4 بيساوي 0، معناته عندي حل وحيد راح يكون عندي A بيساوي 1 هون أو قيمة وحيدة، because ال B تربيع ناقص 4 AC هذا المميز بيساوي R من هنا ال for the second equation كاتبون هنا اللي هو 4 تربيع المعامل هذا 4 ناقص 4 AC ناقص 4 4 في 1 في C بيصير ناقص 16 بيساوي ناقص 12 نيجاتيف أقل من 0، وإذا أقل من 0 ما في عندي خلينا نقول حل للإكويجن الثانية for the second equation. إذا the correct answer is C اللي فيها A بيساوي 1. إذا في عندنا إجابة، في عندنا إجابة الجواب هو 1 من خلال C. بوقف هنا وإلى اللقاء إن شاء الله بالمحاضرة القادمة.